بسم الله الرحمن الرحيم. القائل: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فحقت رحمة الله وبركاته عليهم وعليكم كرامنا المشاهدين. قبل أقل من عام اهتزت القلوب بنبأ فقد سعود الفيصل قبل أن تهتز هذه الشاشة. لم يكن رجل مرحلة فحسب، بل أن المراحل تقتفي أثره وتندب سجاياه. لم يكن دبلوماسيا فحسب، بل هو من شيد بناء الدبلوماسية السعودية بعد أن أسسها والده المغفور له بإذن الله الملك فيصل. سعود الفيصل دولة في رجل. للحديث عن سعود الفيصل ومآثر سعود الفيصل سعود الأوطان، يسرني أن أكون ضيفا وأنتم على الكريم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات. أولا نشكرك صاحب السمو الملكي على قبول الدعوة واستضافتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكركم، القناة الإخبارية دائما أتابعها وأتطلع إن شاء الله إلى مشاهدة المزيد مما تقدمه. شكرا لك. نتحدث اليوم عن مآثر الراحل سعود الفيصل رحمة الله عليه وعن سعود الأوطان. نتحدث عن سعود الإنسان في البداية، من هو سعود الفيصل؟ سعود الفيصل ابن فيصل بن عبد العزيز، حفيد عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثم إنسان خدم أمته لطوال حياته، منذ أن بدأ في هذا المجال بعد تخرجه من الجامعة في وزارة البترول ثم في وزارة الخارجية، أفنى نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى ثم في سبيل خدمة المليك والوطن. وتشرف سعود الفيصل بأن لقي من ملوك هذه البلاد الدعم والمؤازرة طوال حياته العملية. نعم، ولقوا منه في المقابل ذلك العمل الدؤوب، كيف والعالم يراقب سكناته وينصت إلى كلماته، كان العالم يجول بين صولاته وجولاته. ما في شك. نعم. ما في شك. الله يرحمه تمتع بمزايا مختلفة. نعم. من أولها الصبر، كان صبورا على كل ما يحدث وكل ما يصيب إن كان في نفسه أو في أمته وبلاده. ثم كان ثاقب النظر، يعرف الناس من نظرته إليهم. وكنت كثيرا أستعجب من قدرته على تقييم البشر من أول أو ثاني نظرة. كان كذلك في نشأته؟ جدا، يعني حتى في صباه عندما كنا في المدرسة سويا كان ينتقي الأصدقاء، وكأخ أكبر مني كان دائما يلفت نظري إلى من هم الأصدقاء الذين ممكن الاعتماد عليهم أو التوثق من الصلة معهم من الآخرين. ثم في مزايا أخرى منها الحدة في الذكاء، الله يرحمه كان يتمتع برديف الذكاء اللي هي الذاكرة. فكانت ذاكرته موسوعية في كثير من الأمور، مطلع نهم، يقرأ من شتى الاتجاهات، وفي دراسته كان مبرز، ينال من الأساتذة والمعلمين أعلى الدرجات، ويمارس الرياضة في المدرسة بأكمل الصفات الرياضية. نعم، من سجاياه الكثيرة ذلك العمل الدؤوب، حتى قالوا بأن لا وقت لديه ليقف أمام الكاميرا.
هذا صحيح، وإنما يعني حرص أيضا الله يرحمه أن خاصة عندما يكون في المملكة أن يبقي لعائلته الوقت الكافي للتواصل معهم. وكنا دائما نركن إلى أنه يوميا عندما يكون في المملكة نستطيع أن نلتقي به في فترة العشاء. وكان مبكر في العشاء لأنه كان ينام مبكرا، فهذه الساعة كانت ساعة التئام العائلة معه والأصدقاء، فبيته مفتوح وعقله مفتوح، وأكثر من ذلك طبعا كان قلبه مفتوح للجميع. نعم، قيل بأن التاريخ سعود الفيصل، وأنا أقول بأن الوقت سعود الفيصل، لذلك لا أعلم من يدير الآخر، هو أم الوقت؟ هكذا وهكذا، يعني مواعيده دقيقة. نعم، وتطلعوا إلى عدم الاكتراث بالساعات أثناء العمل أيضا كان من سمات حياته. نعم، اختلف في شخصية سعود الفيصل، أهو ذكاء أم هي فطرة أم أنه رجل مباشر في الطرح لا يتخذ أساليب بعض السياسيين الآخرين؟ كلها، وهو قال وردد في لقاءات مختلفة أنه في متابعته للسياسة اتبع أسلوب الملك فيصل الله يرحمه في مباشرة الأمور. نعم، وأن أقرب مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم. نعم، فلم يكن يدلس أو يناور أو يراوغ، بل بالعكس كان يصل إلى مطلبه بمباشرة كلماته. نعم، كما ذكرنا بأنه سعود الفيصل رحمة الله عليه لم يكن رجل مرحلة، كان صانع للمرحلة، بل صانع للمراحل التي تليها. سياسة المملكة العربية السعودية اليوم تقتفي أثر سعود الفيصل. تمتع الله يرحمه زي ما ذكرت لك في المقدمة بثقة الملوك، وبالتالي كانوا في إرشاداتهم له على كيف أن ينطلق في تعامله السياسي واضحة. نعم، فمتابعته لتلك الإرشادات سهلت عليه. نعم، التداول في شؤون السياسة وشؤون المصلحة العامة. نعم، إضافة إلى جوانب أخرى مارسها في مجال النفط وفي مجال الإعلام وفي نعم، مجالات كثر، فبالتالي أصبحت سياسة المملكة أوضح بالنسبة إليه وأهداف وغايات المملكة بدون شك. طبعا في المطبخ الذي تدرب فيه للعمل كان في وزارة البترول. نعم، وبدأ عمله في النصف الآخر من عقد السبعينات الثمانينات الهجرية، وكانت مرحلة هامة بالنسبة ليس فقط المملكة العربية السعودية ولكن العالم بأجمع، وخاصة في مجال النفط والطاقة. فتلك السنوات حصل تحول كبير في عالم النفط والطاقة، أصبح المنتجين للنفط يتطلعوا إلى ويحصلوا على مقادير الثروة التي وهبها الله لهم. فتعاركوا مع شركات النفط التي هي أسست لهذه الصناعة السابقة للحصول على منافع أكبر لدولهم، وهو كان في داخل هذه المعارك وهذه الحوارات والتجاذبات. نعم، فكان الله يرحمه يذهب ويأتي إلى أماكن القرار، وتزامنه مع الوزير في ذلك الحين أحمد زكي يماني أيضا، مما سمح له بأن يستوعب أكثر وأكثر تلك المجالات. نعم، وفي النهاية بلغ مستوى وكيل وزارة،
فأصبح مباشر لتلك المهام. وأذكر أنه في بداية سنين التسعينات الهجرية كانت المملكة ودول أخرى من دول أوبك شرعت في التحاور مع شركات البترول للحصول على نسب معينة من أسهم تلك الشركات. نعم. والمملكة كانت تقود مجموعة في دول أوبك التي هي تسعى لشراء تلك الحصص وليس تأميمها. نعم. بينما دول أخرى اختارت التأمين. خط التأميم. نعم. فأنجز ذلك الحمد لله يعني ب بسلاسة وبسهولة، ومما أدى في النهاية إلى استحواذ المملكة كامل حصص أرامكو، وأصبحت أرامكو السعودية. نعم. هذا من الأمور اللي طبعا صقلت قدراته التفاوضية مع الآخرين، في جانب يعد جانب معقد جدا. نعم. جدا. ولا ننسى كذلك يعني ذكر أنه في هذه الفترة بالذات في بداية سنين التسعينات وخاصة عام 93 هجرية حصلت حرب رمضان. نعم. التي أدت إلى حظر البترول عن الدول التي تساعد إسرائيل في ذلك الحين، وكان له هو باع طويل في وضع الخطط والبرامج لضمان نجاح هذا الأمر، وشارك في القرارات التي اتخذت في أوبك بصفة عامة وفي أوابك اللي هي تجمع الدول العربية. نعم. كنتم إلى جانب المرحوم سعود الفيصل كعملكم سفيرا في المملكة المتحدة ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية. سعود الفيصل ذلك الثقل السياسي، ماذا كان يقدم لسفارات المملكة من دعم معنوي وقوة فارغة من خلال اسمه كسعود الفيصل؟ والله لم يقصر أبدا في من جهة الاتصال بالسفير أيا كان، والسؤال عن ما هو المطلوب إن كان من إمكانيات مادية أو إمكانيات بشرية. وكما ذكرت لك يعني في حياته الشخصية كان بابه مفتوح، وفي حياته العملية أيضا. نعم. بالنسبة للمسؤولين إن كان في وزارة الخارجية أو غيرها من الأجهزة الحكومية أيضا كان بابه مفتوح. طبعا كان يعمل في إطار منظومة ميزانية الدولة، فما يتوفر من إمكانيات يجب أن يكون هناك دقة في توزيعها بين الأجهزة المختلفة، ليس فقط في الوزارة ولكن أيضا في السفارات. نعم. ولكن بصفة عامة يعني نعمت وتمتعت كسفير بأني أستطيع أن أصل إليه في أي وقت. في هذا الجانب الذي ذكرتموه وحفاظ سعود الفيصل رحمة الله عليه على مقدرات دعنا نقول الوزارة، هل فعلا كان دقيقا في عملية العناية بمقدرات الوزارة حتى قيل بأن أثاثه لم يتغير كثيرا؟ هذا صحيح، يعني أنا أعتقد كل من زار سعود الفيصل في مكتبه في الوزارة كان يلحظ أنه حريص على أن يحافظ على ليس فقط رونق المكتب، وإنما على ما أسس عليه المكتب من البداية. في ناس يهون الاستمتاع بالممتلكات إن كان صح التعبير المعمرة، إن كان من أثاث أو ملبس أو غيرها. فكان يعتبر هو أنه بما أنه الكرسي مثلا يؤدي غرضه في جلوسه عليه، وبصفة عامة شكله ليس بالي أو متهالك، فما في داعي أنك تغير الكرسي. وهكذا. فأنا أذكر أنه يعني يمكن من بداية مبنى وزارة الخارجية خاصة هنا في الرياض
إلى أن توفي الله يرحمه، كان زي ما تفضلت يعني فرش مكتبه لم يتغير مطلقا، وهي كم سنة يعني يمكن أكثر من 25 سنة التي جلس فيها ذلك المكتب. فهذا من سماته الشخصية يعني. كان لديه وقت للقراءة للاطلاع، ما كان يكف عن القراءة مطلقا، بل بالعكس يعني كان إذا رأى شخص أو آخر دائما يتحول الحديث إلى القراءة. ماذا قرأت؟ إيش رأيك في هذا الكتاب؟ هل عندك شيء من الكتب اللي ممكن أطلع عليه؟ وفي شتى المجالات يعني بقدر ما كان يهوى قراءة الكتب التوثيقية إن كان صح التعبير، من تاريخ ومن دراسات فنية، أيضا كان يهوى قراءة القصص ويحب قراءة الشعر. وأذكر في من الشعراء المفضلين إليه كان الأخطل الصغير، منذ أيام الدراسة أذكر أنه كان ديوان الأخطل معه، وكان يحفظ من الشعر الكثير. كان يقرأ لصاحب السمو خالد الفيصل وعبد الله الفيصل بدون شك، ويحفظ قصائدهم كلها، بس يعني هذا لم يكن يستغرب، لأنه صاحب ذوق رفيع، والحمد لله يعني شعر عبد الله الفيصل وخالد الفيصل كانوا من ذوي الذوق الرفيع. كان وما زال. نعم. في ذلك الجانب نتحدث عن مؤتمر صعود الأبطال. تفضل. هذا المؤتمر الذي طالب به الكثير منذ ذلك النبأ، كانوا يقولون يجب أن يبقى سعود الفيصل وهو باق بإذن الله، وأثره باقي. مركز الملك فيصل هو من تبنى الفكرة، مركز هو من تبنى فكرة مؤتمر سعود الأوطان. حدثني عن هذا المؤتمر. منذ أن توفى الله يرحمه في رمضان الماضي بدأ، ليس أنا فقط وإنما جميع الأصدقاء والإخوة، في التفكير في كيف ممكن أن نوثق حياة وعطاء سعود الفيصل. واتفق على أنه يكون هناك مؤتمر يجلب إليه متحدثين إن كان زاملوا المرحوم في عمله من داخل المملكة أو خارجها، ووضع محاور مختلفة تغطي وتشمل مراحل معينة من حياة سعود الفيصل الله يرحمه، ثم يلازم ذلك أرشيف لما ينسب إلى سعود الفيصل بكافة مجالاته. ومن ضمن فعاليات المؤتمر أيضا تصوير فيلم وثائقي يستشهد فيه بما يقوله الآخرين، ويرشد ويدل على مآثر سعود الفيصل في العمل السياسي وفي الأعمال الأخرى، لأن هو لم يكن فقط سياسيا وإنما كان يهتم بالمجتمع، يهتم بالاقتصاد، يهتم بالبيئة وغيرها. وإن شاء الله سيصدر أيضا كتاب يجمع ما كتب وصدر عن سعود الفيصل في أثناء المؤتمر أو من خارج المؤتمر. طبعا التوثيق لتلك المرحلة هو ليس توثيق لسعود الفيصل، كان ينظر بأنه توثيق، كاد يكون توثيق للمملكة، لتاريخ المملكة. هذا صحيح. المدة التي خدم فيها طبعا كانت هي المملكة بصفة عامة. طبعا شرفنا في أثناء تأسيس فكرة المؤتمر أن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإسداء رعايته للمؤتمر،
والتكفل بتكاليف المؤتمر. وكان سعيدا بذلك. لا في شك، يعني الله يسلمه، هو كان من المرشدين لسعود الفيصل حتى قبل أن يصبح ملك. منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض كانت العلاقة بينهم وثيقة جدا. نعم. صاحب السمو، من الملوك الذين قالوا لسعود الفيصل خذ قسط من الراحة؟ كلهم بدون استثناء، وهو يعني أنا أجزم بأنه إجابته لهم اللي ما حضرتها أنه راحتي في خدمتكم. نعم. حتى وكأنه لا يستطيع أن يأخذ قسطا من الراحة. هذا كان ديدنه، أن طاقته كلها مسخرة للعمل. نعم. حتى عندما كان يذهب في رحلاته في الخارج، تعرف بعض الناس كانوا يقولوا يعني هذه فرصة، يعني يوم يومين تكف عن مراجعة التقارير وإلى آخره، ما كان يستطيع. هو بنفسه يقول أنا يعني لابد أن استمر في الاطلاع على الأمور، وكان يمارس أعماله حتى في أثناء السفر. سعود الفيصل لم يكن يحمل ملف المملكة، كان يحمل ملف الأوطان العربية والإسلامية. وهذا صحيح، وهذا أعتقد يعني ستجد أنه تلك الأوطان وتلك الدول والمسؤولين فيها يقروا بذلك وبدون أي تردد، لأنهم ما كانوا يشعروا أنه هو غريب عنهم. نعم. بل بالعكس، يعني يشعرون أنه هو عضيد لهم وإنسان يستطيع أنهم يعتمدوا عليه. نعم. لذلك كنت أقول بأن الأوطان كانت تراقب سكناته، فما بالك كلماته. ما في شك، كان إذا تحدث ما في شك تحدث. نعم. عنوان المؤتمر سعود الأوطان من قصيدة الخالد الفيصل. نعم. نعم. أنتم من اختار المؤتمر؟ والله اللي اختارها الأخ سعود السرحان، الدكتور سعود السرحان، اللي هو مسؤول عن قسم البحوث عندنا في المركز هنا. نعم. والمكلف بإدارة المؤتمر في الحقيقة. نعم. فكانت هي من مقترحاته هو، وناسبت الأمر. نعم. بدون شك يعني. وقليل في حقه رحمة الله عليه. الله يرحم الجميع. أذكر أحد من الأخوان غرد تغريدة وقال فيها أنه ليش اكتفيتوا بالأوطان، كان لازم تسموا المؤتمر سعود القارات. وفعلا يعني والقارات تشمل الأوطان. نعم. لما تنظر إلى ما شمله عمل سعود الفيصل فهو شمل الكرة الأرضية بالكامل. هل أسس مدرسة سياسية؟ بدون أي شك، يعني مثل ما ذكرت لك، يعني التواصل المباشر. نعم. هذا كان شيء من الأمور اللي هو تمتع به، ويشهد له بذلك نظراءه الآخرين، إن كان من وزراء أو سفراء أو قيادات في العالم. سياسة الصبر. نعم. والنفس الطويل، اللي هي أيضا كان تعلمها من منهج وسلوك المرحوم الملك فيصل الله يرحمه. كان شموليا جدا تجده يعني. وأعتقد من الأشياء اللي برز فيها الله يرحمه كانت سعة اطلاعه على كافة أمور العالم. نعم. فما كان يفاجأ بما ممكن أن يدلى به أو أن يقال له من أحد المسؤولين من هنا أو من هناك وإلى آخره. كان دائما لديه معرفة بأمور تفاجئ الآخرين، يعني مثلا يكون يتعلق موضوع بالشرق الأوسط، يحدث أمر في أواسط آسيا أو في أمريكا الجنوبية أو غيرها من الأماكن البعيدة عن أمور الشرق الأوسط. فكان يفاجئ الجميع باطلاع جيد عن. نعم. عن تلك الأمور. هل كنتم مطلعين على ما سيدلي به أو يقوله دائما؟ لا طبعا، يعني كان الأمور في ذهنه أكثر مما يمكن أن نقول أن احنا مطلعين عليها.
كنت خلفه عندما كان يوصف حالته رحمة الله عليه ويقول أشبه، وكانت حالتي أشبه بحال الأمة، فرأيتك متأثرا. والله كلنا تأثرنا طبعا يعني، وهذا كان في الحقيقة يعني الخطاب الوداعي إذا كان صح التعبير، اللي الله سبحانه وتعالى سخر له الفرصة أنه يدلي بهذا الأمر قبل وفاته. أبلغ الشكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا فجزاه الله عنا خيرا. آمين إن شاء الله. سعود الأوطان تستحقه والأوطان يستحقها. شكرا لكم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، شكرا جزيلا. أنا اللي شاكر. أشكركم مشاهدينا الكرام، إلى سعود الأوطان وإلى لقاء خاص آخر، أستودعكم الله.